الأخطار المهنية في قطاعات الري، البناء والأشغال العمومية. يأتي هذا التنظيم تاع اليوم هذا، وإن كنا نظمنا أبواب مفتوحة يومي 28 و 29 أكتوبر 2029، ختمناها 2024، ختمناها اليوم بيوم دراسي بمشاركة جميع الفاعلين في هذا الميدان من كل القطاعات، خاصة قطاع مفتشية العمل بالنسبة لطب العمل، وكذا الحماية المدنية والمصالح الأمنية. أهمية هذا الحدث يكمن في أن الصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي إضافة إلى مهامه المتمثلة في التعويضات اليومية وتعويضات تكاليف العلاج وكل ما ينجر عن حوادث العمل الأمراض المهنية، يساهم الصندوق في القيام بدورات تكوينية وتحسيسية لفائدة أرباب العمل وكذا المؤمن لهم اجتماعيا، وهذا انطلاقا من مبدأ الوقاية خير من العلاج، وهذا يأتي من ضمن أولوية الصندوق، وهي مهمة من مهام الصندوق لتمثل في الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية. ما يخفيكمش بلي الصندوق له أجهزة في هذا المجال، وكاين مديرية مركزية متخصصة في هذا المجال للوقاية من حوادث العمل والحوادث من حوادث العمل الأمراض المهنية على المستوى المركزي، وكاين خلايا على المستوى المحلي الدورة تاعها هي فيها إطارات أكفاء هما مراقبين في الوقاية. الدور تاعهم أنهم يقوموا بعملية تحسيسية وزيارات ميدانية للوقوف على مدى تطبيق الإجراءات وكذا الوسائل الخاصة بالوقاية سواء الفردية ولا الجماعية، كما يقوم بتقديم إرشادات وتوجيهات لفائدة أرباب العمل للحث من حوادث العمل. بالنسبة بلغة الأرقام، على مستوى وكالة عنابة سجلنا العديد من حوادث العمل والأمراض المهنية في سنة 2023، كان نسبة 37% في قطاع البناء الأشغال العمومية والري. من بين هذه في 37% 40% من حوادث العمل كانت مميتة. تشوفوا بلي أن نسبة حوادث العمل المميتة في هذا القطاع مرتفعة، لهذا كان يجب دق ناقوس الخطر كما يقولوا، وين لازم لنا نقوموا بعملية تحسيسية للحد من هذه الحوادث العمل حفاظا على أرواح العمال، وثانيا من أجل أنها تكون دورات تكوينية لفائدة المستخدمين وأيام إحساسية لفائدة على رأسهم الأسرة الإعلامية، وإن أنه نعلم كامل اللي عندهم ورشة عمل أنه، وإن لاحظت أنه التام تاعنا اللي اخترناه هذا العام أنه لنعمل معا من أجل أنه يكون عندنا ورشة آمنة.